السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل، حكومة صنعاء توجه رسالة عاجلة إلى السفن وإلى التفاصيل. دعت حكومة صنعاء السفن المبحرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إلى الاستجابة لنداءات قواتها البحرية لتجنب الاستهداف. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة له على إكس: يجب الاستجابة لنداءات البحرية اليمنية، مضيفا: صنعاء لا ترغب في إيذاء أحد، لكنها لا تتردد في إنفاذ قرار شعبها الذي يخرج أسبوعيا لتفويض قيادته وتشديد توصياته لأبنائه المقاتلين، مؤكدا أن قرار اليمن أخلاقي بامتياز ويهدف لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين في غزة. وختم العزي مخاطبا ربابنة السفن: احترامك للقرار اليمني وسيلتك الوحيدة للنجاة. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.